ما حكم تغميض العين في الصلاة؟ ولماذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بفتح العين أثناء السجود؟ وما السر الذي اكتشفه العلم حديثا؟ اتفق العلماء على كراهة تغميض العين في الصلاة لغير حاجة، فالأصل أن المصلي يفتح عينيه ولا يغمضهما إلا لغرض صحيح. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. إذن فمن السنة أن ينظر المصلي ببصره إلى موضع سجوده، وفي تغميض العين ترك لتلك السنة، فكل عضو في الإنسان ذو حظ من هذه العبادة، وحظ العين منها النظر. أما إذا كان التغميض لكمال الخشوع وخوفا من رؤية شيء محذور فلا يكره ولا يضر، ولكن الأظهر والأقرب أنك لا تغمض عينيك، فيقال إن هذا من فعل اليهود في صلاتهم، ولأنه مظنة النوم. قال الإمام النووي: والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضررا، لأنه يجمع الخشوع وحضور القلب ويمنع من إرسال النظر وتفريق الذهن. والسبب الديني والعلمي من إبقاء العين مفتوحة هي أن عضلات العين تعاني من التصلب النسبي بمرور الأيام، مما يؤدي إلى عدم قدرتها على زيادة وإنقاص تحدب عدسة العين بالشكل المطلوب. لذلك احرص عزيزي المشاهد على اتباع السنة في صلاتك بأن تبقي عينيك مفتوحتين أثناء السجود، فقف وأنت تنظر إلى موضع سجودك، وأبقي عينيك مركزة على تلك المنطقة، وعند ركوعك ستقترب العين من موضع السجود، مما سيجبر عضلات العين على الضغط على العدسة لزيادة تحدبها، وعند رفعك سترتخي العضلات ويقل التحدب، وعند سجودك ستنقبض العدسات أكثر من الركوع، لأن المسافة بين العين ونقطة السجود قريبة جدا، وعند الرفع سترتخي. هذا التمرين ستنفذه بشكل إجباري 17 مرة في اليوم، يمكنك تكراره عدد المرات التي تريد. شاهد حكمة الله سبحانه وتعالى، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لإبقاء العينين مفتوحتين أثناء السجود، وها هو العلم الآن يثبت أن ذلك يعمل على عدم إضعاف النظر. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي جعلنا مسلمين.